لاباس لاباس عليكم عمركم هانيه. مرحبا بكم في هذا لا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. بدا اول حاجه اللي بغيت نديرها ليا نشكركم بزاف 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 على لا فيديو اللي حطيت انا وعمر وعجبتكم بزاف. كانوا لي كومونتير زوينين، شكرا بزاف لكم. لي بارطاج كانوا لي لايك، شكرا شكرا بزاف لكم. يعني كتشجعوني هكا باش نبقى نصور لكم انا وياه. الناس اللي مازال ما تفرجوش لا فيديو نيزيتي با، لا فيديو راه ديسپونبل في ماشين يوتيوب. اذا بلقيتو ليا الله كيفاك. شوفوا عمر شنو شري لي بعدا، جاب لي البارح. شوفوا راه يلاه بدلت ليها الما دابا كتهرب كتهرب. شوفوا انا كنجي نصور لكم هي كتهرب. اجت الله الى المتابعين نقول لهم هاي. هيا هيا جات هلو. انا عاد قلت لعمر خاصنا نزيدو منهم حيت كانوا ثلاثه جوج صغيورين بزاف ماتوا مساكن. بقات هاد الكبيره قلت له ما تشريش ليا دوك الصغيورين، شري ليا هاد الكبار شويه كيبقاو زعما كيبقاو شادين في راسهم، اما دوك الصغيورين كاع صافي دغيا تيموتوا. عجبتني صراحه البارح، يلا صورها ليا في التليفون قال لي شوفي شنو لقيت، قلت له يلا جيبها معك واجي. وصافي حاجه واحده اخرى اللي شري ليا نوريكم، تكونوا شفتوها على انستغرام يكونوا هما الاولى شافوها. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هاي مهم مازالين ما عرفوش بيا بزاف بيان سور. اول حاجه غادي ندير غادي نغسل وجهي مزيان مزيان وغادي نمشي باش نغسل الماء عند غير دغيا. ما باغاش نفطر في الدار الصراحه، حتى نفطر حتى ناكل برا. وغادي نوجد شي حاجه لعمر حيت نقدر نجي مع الطلاب بعدا يلقى الماكله ديالته. وفوالا هذا ما كاين. صورت لكم هذه اللي خديت من عند زينه كادو، راني بارطاجيتها معكم في الانستغرام، مازال ما صورتهاش لكم. ها هي راه خاصني عاوتاني الوقيت اللي نشد فيه عمر باش نصورها انا وياه. صراحه انا كنفكر نصورها انا وماما وبابا، غادي تجي زوينه الله اكبر كبيره. ولكن قلت نجرب دابا انا وعمر هذه وعاد ندير ديال ماما وبابا، غادي نكونوا تعلمنا ليها مزيان مزيان. نسد هاد السرجن انا كيدخل الصداع. كيف ما قلت لكم غسلت الماينات ديالي ودابا غادي ندوز باش غادي نوجد الماكله لعمر باش فاش غادي يجي غادي يلقاها. فوالا ليتس جو. شنو غادي ندير؟ غادي ندير شويه ديال لاداند مع شويه ديال السوسيس، غادي نقطعهم طريفات وغادي نشحرهم في المقيله وغادي نغطي المقيله ونخليهم نوم مع الخبيز. الفريت ما بغيتش نقليه دابا، حتى نقليه دابا غنحطو له غادي يبرد، فنخلي الفريت حتى الليل. وفوالا ليتس جو. لا ها انتما كت خليت الماكله هكا كطيب ونقصلها البوطه وغطيتها. لا داند وصوصيس دغيا دغيا كيتشحروا. عرفتوا هاد الايامات طارت لي انا عمر على التغماس وعلى المرقه وداكشي، ولاو عزيزين علينا هكا لي ساندويتش، نديرو هكا دي ساندويتش لا داند صوصيس كفته سلاده هكا. راه ديجا مصايبه على الشلاضه ديال ايبلي وداكشي، فبحال هكا شي حاجه خفيفه سورتو فهاد الحراره هادي. دونك دابا غادي نمشي باش نشوف راسي اش ما بغيت نلبس. المهم راكم عارفين حيتاش اصلا تعطلت الصراحه. وكاين دابا ما تديوش بدل هاد التيشيرت عافاكو. لقيتوني كنفكر واش نتماكيه ولا ما نتماكياش. هذا فين مشى لي حالي، ديما فاش تنقرب نخرج ديما تنبقى فواحد الصراع ما بين التماكيه وما التماكياش، التماكيه ما التماكياش. مي قررت انني ندير شي حاجه هكا خفيفه بما انني خارجه، فندير شي حاجه هكا خفيفه. فغادي نستخدم، نحط المنتجات ديالي اللي غادي نستخدمهم هنايا حدايا. هادي وهادي هادي
فاونديشن بلاص هاد لي كرون زوين بنات لي البشره ديالهم دهنيه. انا تيستيتو زوين صراحه كيدير 100 درهم خديتو من بيم 100 درهم. واش 800 درهم ولا كانوا دايرين ريدكسيون ما عرفتش. المهم انا هذا خديتو ب 100 درهم ياكو. بيوري بندر كنجبد داكشي اللي غادي نستخدم نحطو حدايا. صافي كونسيلر ما عرفتش واش نديرو ولا لا. سوا هادشي غادي نستخدم. خاصني نشري شي ليبستيك اللي غيبقى يجيني زوين لحقاش ما عنديش دابا ليبستيك والو. عندي دا كولور لي المهم ماشي ما كيعجبونيش مي ما بغيتهمش. المهم اول حاجه غادي ندير هي هاد ليكرون هذا. بالنسبه للمكياج غادي ندير شي حاجه هكا اللي هي خفيفه صراحه. ما بغاش ندير شي حاجه اللي هي بزاف وما كرهتش صراحه الخرجه بحال هكا شوف. ولكن قلت زعما نصيب بوسيبل اني نبغي نصور لكم دي فوتو سور انستغرام. المهم اول حاجه بالنسبه للفون دو تان قبل ما تستخدموه ديما خلطوا بحال هكا حتى راكم عارفين راه فيه بزاف ديال لي برودوي اللي شي كيطلع الفوق شي كيبقى لتحت فما يمكنش تبقاو منزلينو مده طويله ومن بعد فاش تجيو تستخدموا هكاك. سو خلطوا الفون دو تان ديالكم. بالنسبه للفون دو تان ديما اختاروا لا كولور ديالكم. البنات اللي اللون ديالهم بحالي خذوا 220 220. انا كنخدها في ميبلين زوينه 220 رائعه الصراحه. وكتجيني هي هذيك في وجهي ما كيجي لا مفتوح لا مغلوق لا والو. دونك كتجيني هي هذيك بيرفكت. دونك دابا غادي ندوز للبيوتي بلاندر استامبي مزيان. نقدر نحبس لكم هاد لي زيتاب هادو حيت ماكياجي راكم عارفين كندير ماكياج عادي اللي كيدار تقريبا في كل خرجه. كنكون مبدله غير مره كندير الهلال مره كنبدل العكار وصافي حيت ما غاديش ندير شي ماكياج اللي هو معيق بزاف راكم عارفين. ندير شي حاجه اللي هي سامبل وصافي. الا بغيتو نصور لكم فيديو في يوتيوب اللي يكون بيان ديتايي وشي ماكياج يكون فريمون نيت مع دابا الصيف جايين الحطرات جايين بزاف ديال الحوايج خليوها لي في الكومونتير فوالا هذا كيفاش رجعتو. المهم فهاد الحراره هادي ما فيا ما نخدم عينيا اولا ندير لهم شي لون. اشنو كندير كناخذ البرونز. الا كنتي باغا شي كولور برونز كتاخدي البرونز اولا الا كنتي باغا شي حاجه هكا جونغ بينك فهمتو غوز موف داكشي ديري البلاش ديري فاراجو. المهم انا غادي ندير البرونز. هاد البرونز هذا واعر خذوها البنات ديال الباستيل نتاكد اعطي الباستيل. وبالنسبه للفراجو سولتني عليه ديك المره واحد البنت ديال بيس فهانتوما كناخذ شويه ديال الكونتور كونتور برونز او غادي نديرو هكا شتو هو كيبان هي خفيف. بغيت شي حاجه جونغ تجي خفيفه كاس. جربت في لي ماسكارا تاعيت مي هادي هي الطوب ديالهم. شوفوا بالنسبه للعينيا ها كيفاش درت لهم عرفت واش كيبانوا لكم ولا لا. المهم درت شويه ديال الهايلايت هنايا ياكو ودابا غادي نخدم بالماسكارا. ويلي 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 على كنت كنت غندير. المهم ما عليناش بالنسبه للماسكارا قلت لكم هادي شوفوا جربت تاعيت ما خليتش ما جربت ولكن هادي هي الواعره. المهم الا كتعرفوا شي وحده احسن من هادي خليوا لي في الكومونتير بوسيبل انني نلقاها ونشريها ونجربها ما عرفتش. المهم انا هذه بالنسبه ليا هي الطوب دي طوب بالنسبه لشفراني انا غير هي كتكون عامره بزاف تيكونوا معمرينها بزاف الصراحه ولكن ماشي مشكل. فاش نقول لكم شي ماسكارا زوينه ثقوا بيا شوف اون سول كوش يلا درت وحده وغنتسنى نشوف باش نزيد الثانيه. شوفوا هاد العين وشوفوا هاد العين I'm in love.
هذه واعره خذوها، وحتى الثمن صراحه مناسب، ثمن جد مناسب، ولكن اللي فيها ديالها واعر خطير. شوف انا كنشوف دابا في المرايه، شوف راه فرق شاسع ما بين هاد العين. شوف هاد العين كتحلات، شوفوا هادي هذه مسكينه ناعسه عاد نفيقوها دابا نيت وليولها. تعرفوا شنو حرقت؟ والله حتى حرقت الغدا. اشوف تشوف حرقت الغدا، وبابا مسكين جا عندي، عاد دابا جا عندي بابا جاب لي واحد الاكله طيبه ماما كتعجبني. ها هي سبحان الله ماما من هذا المنبر حسيتي بيا نحرق الغدا. ماما مسكينه قلبها حس بيا انني غادي نحرق جطامو الغدا، وهي تصيفط لي لو فيغ مونجي اختي. المهم غادي نكمل الماكياج ديالي، صيفطت ميساج الخطراج اللي قلت لها يلا تخرجي انتي معانا 10 دقائق كذا في الدار، يلا اختي تخرجي تفوجي. قلت لها اوكي يلا نخرج. كنخرجوا هكا موانسين وكنرجعوا انا ويا موانسين للدار. فوالا هذا ما كان عندهم. دابا نحطك اخويا نتايا هنايا وغادي نكمل الميك اب ديالي ونخرجوا نشوفوا ماذا يوجد في الاسواق. صراحه كاين حويجات واعرين، خرجوا حويجات زوينين، غير هو ما كنبقاش طايتي. نسكت حسن نسكت فراسكم. هذا راه الدوبل اكس ال، شوفوا كي ولا كيجيني. وشكرا بنات المنبر، شكرا شكرا شكرا. خصني 3 اكس ال واقعيه، ما عرفتش هو كيبان لي عادي ولا حالته. هاد الكبوط قصتو بجافيل وسختو منها بلا بودغ. باش كنقول لكم الماكياج ديالكم ما ديروش وانتم لابسين، حيت كنتو لابسين شوفو كتولي لكم الحاله. لا شوفو شوفو لا بودغ فين، خليو تتساليو ماكياجكم عاد لبسو على خاطركم. حبيباتي ساليت دابا الماكياج ديالي، درت هذا دو سيفورا حيت كيعجبني صراحه بزاف، واحد الميزه. المهم شوفو بدا الماكياج هانتوما جاي طبيعي وديال الصيف، جاي صيفي وزوين ما فيهش بزاف. واحد الميزه كتبت لي في لا كومونتير، صافا ما تبقاش ديري هذا ديال سيفورا راه ما تيجيش معاك، راه تيجيك خايب. هذا ديال سيفورا راه تيجيك خايب. ما عرفتش وين كتقولي في لا كومونتير واش جاني زوين ولا ما جانيش. انا قلت زعما ندير هكا شي كولور اللي يجي بحال هكا يفتح لي وجهي وفي نفس الوقت يبان صيفي. ما بغيتش ندير نيود ديال الشتا، ما بغيتش تهدر نيود، مي ما بغيتش ندير داك النيود اللي غادي للمارون غادي للبيج وداكشي ديال الشتا زعما كيكون شتوي. بغيت ندير هكا شي كولور اللي تجي صيفيه، فكتقولي في لا كومونتير واش جا معايا ولا ما جاش معايا. فوالا هانتوما عرفتي حلقه علاش كيبقى يولي بحال هكا، ما عليناش. دابا غادي ندوز باش غادي نلبس حويجاتي. بالنسبه لشعري ما عارفاش غنحطكم هنايا، بالنسبه لشعري ما عندي حتى شي حتى شي حتى شي حتى شي فكره. كيبان ليا ندير لو كيرلي، كيبان ليا نصايبو سامبل، ما عرفتش الصراحه جبيت ندير فيه. شوفوا بعدا حالته كي دايره، ها طويراتي كيقزقزو كيزقزقو. شوفوا شوفوا شعري حاله فوالا. سو دابا خاصني نقرر ونعرف شنو غادي ندير فيه. واش غادي ندير سامبل، نصايبو سامبل وصافي، اولا ندير له هكا كيرلي فشي زغيبات. والله ما نعرف ما عرفتش. المهم نمشي نلبس وعاد يبان لي نبرونشي البلاك ديالي، بان لي ندير سامبل راه ندير سامبل، بان لي ندير كيرلي غادي ندير كيرلي. ليتسكم ظلامي مش عايش الضوء، الضو شاعل وليكليراج ما عندي ما علينا. غادي تشوفوني لبست هذه، لحقاش راني لبستها غير في الفيديو داك النهار، لبستها غير في الفيديو مع عمرني لبستها. لبستها مع هذا الجين، دابا درت مع هذا الجين وغادي ندير دي زيسبا في البلون. باغا نشري ساك في البيض وباغا سريويل في البيض، حيت هاد اللبسه هادي غتقدر تجي مع سريويل بيض وسويك بيض. فالساك بيض يلاه كومونديتو، بقى ليا سريول في البيض. انا خصني سروال ضروري نقيسو هكا، عاد ما يمكنليش ناخذو زعما بارسيت ولا، خاصني ضروري نقيسو باش نشوف واش يجيني ولا ما غاديش يجيني. اي فوالا سينو بزاف ديال الناس سولوني على السنيسله، قالوا صافا السنيسله من خديتها هذه خديتها من عند خالتي، خالتي كتبيع هادشي ديال لي زاكسيسوار وشريتها من عندها. راه زعما شريتها ماشي حسبتكم، راه غير خديتها وكندير لا بوب، راه شريتها من عندها. عندها بزاف ديال الاشكال زوينين صراحه، وانا اختاريت هذه. دابا غادي ندوز لشعري، ما عارفاش شعري اش بغيت ندير فيه، والله ما عندي حتى شي فكره. كتعرفوا ديك اللحظه فاش كتضبعي ما كتبقيش تعرفي شعرك اش بغيتي ديري فيه، هادشي اللي واقع عليا دابا. المهم انا غادي نشوف، كيبان ليا نديرو سام وكيبان ليا نديرو كيرلي، والله اعلم. المهم يا سامبل واقيلا. المهم شنو ما صايبت راني بارطاج غايز. بالنسبه لشعري درت له غير هكا، غير غوتوشيت واحد شويه وقلبته للداخل، لان كنقلو لبرا قلبته هكا للداخل. الطريقه باش كنقلب شعري للداخل كنفرق هكا وكندير بلاك هكا وكندورها لهنا للداخل،
باش كيجي هانتو باش كيجي هكا كيجي شعري مفروق للوسط زعما عندي لداخل هكا. بالنسبه للبيسه ما كرهش صراحه ندير هكا شي سنيسله طويله ولا ما عرفتش. عجبوني هاد لي جينز جاوا زوينين شحال من لبستها مول فاك لبستك شي غير كحل. وهذه راه كتجي ملو شوف كتجي ملو مستوره وطويله من القدام كتجي دايره بحال هكا وفيها هاد لي ديتاي هادو راه كنت وريتهم لكم. المهم كتصيفط لي ميساج صنيت على بابا باش يجي يوصلني في اليمان نمشي في الطاكسي وما فيا ما يخلي لي الطوموبيل لحقاش ما كنبغيش نهز الطوموبيل لبابا نهائيا 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 لانني انسانه فاش كنكون صايقه كندابز. واحد النهار حبست الطوموبيل وقفت باش ندابز مع اللي مورايا ما فيا ماشي واحد ينزل يهرس لي الطوموبيل ديال بابا مسكين فاش تكون طوموبيلتي راه برا ما كاين الدبازات. دابا غادي نحل الباب وغادي نلبس الباطغي ديالي نصلي على بابا يدوز مورايا. بيسو دابا مور ما تسارينا دابا نشارك معكم في الدار فاش نرجع الدار نشارك معكم شنو خديت هكا زعما شنو شريت وصافي. سينون دابا لقيت حنا جالسين في واحد البلاصه بغيت ناخذ انا كريب شوكولا كنت غادي ناخذ كريب فرماج قالت لي هويا من لا عاد كليت وانا ناخذ كريب نوتيلا بانان انتيلا مضاده هي خدات المناضه وصافي. سناء بغات تاخد كلاص صافي كنقول سناء زعما راكي عارفوها اللي هي اخت راجلي زعما راكي عارفوها وصافي. دابا حنا جالسين كنتسناو فريمون فيا العيا وفيا الجوع. رجعت للدار دابا هذا تقريبا تسعود غادي نبارطاجي معكم هكا دي تروك اللي خديتهم هادو ماشي جاولي فغادي نشارك معكم. اول حاجه خديت ليا السيرامي حيت كنحتاجو بزاف لقيتهم دايرين لو كارفور بروموسيون ب 20 درهم هو كيدير نورمالمون 29 حتى 30 حتى 30 36 بارفو كيوصل. خديت كوم دابيتود لا داند لحقاش تسالات ليا لا داند من شرملة خديت منها داك النوع وخديت هاد النوع. هادي الشرميله العاديه اللي تنعرفو حنايا اللي تنديروها في لا داند اللي كنديروها في لي بروشيت وهادي الشرميله ديال الحامض مع الربيع الحامض ومصير وداكشي. خديت فرماج غابي خديت الفرماج ترونش ديال الفومي اي فينالمون خديت هذا الكماله ديال الشامبوان اللي ما خديتش ديك المره. الا عرفتوا دابا راني كنغسل شعري بدوف ديال الخزامه صراحه عجبني صراحه
عجبني بزاف دوف ديال الخزامة. مشى ليا مع شعري وفي نفس الوقت ما كتقالي ديك ريحه الخزامه غزاله، كان حماق على الخزامه انا بلوس دو سا كنغسل بالغسول ديال لو كور ديال الخزامه فن. زائد دابا خديت دوف زوين بزاف، هذا بديل الزيت يعني هذا كيدار مور شامبوان، حيت هذا الشامبوان اللي خديت ما فيهش لا بري شامبوان، ما فيه لا ماسك لا والو، فيه غير شامبوان وهذا بديل الزيت. فخديت دابا هذا شامبوان كيدير كدا 30، وخديت دابا هذا البديل ديال الزيت كيدير 44 درهم فاصله شي حاجه، قولوا 45 درهم. خديته انا بقى ندير منه قطيره، لان ديجا الا كتشوفوا هذا راه شعري مغسول البارح، شعري انا راه مغسول البارح ولكن كيتزيت ليا انا شعري دغيا كيتزيت. فعلاش خديته باش نبقى نديرو في هاد لي لونغور، شوفوا هادو عندي شي شويه انا محروقين، فخديته باش نبقى نديرو في شعري تما ياكو. وريحته هائله، دارته هويا محمقها، دارت منه شويه، ريحته غزاله كتبقى. زائد بغيت نبارطاجي معكم واحد اللعيبات اللي خديتهم من افون، كومونديتهم من عند خالتي وعاد تلاقيتها باش تعطيهم ليا، فما عرفتش فين هي لا كوموند ديالي، بما ان لي كوموند هي بزاف ما عرفتش فين هي ديالي منهم، فانا نقلب دابا وغادي نجي نوريكم شنو خديت. دونك فوالا بغيت نبارطاجي معكم جيت في عزلت، حيت هنايا كاين شي مسائل ديال ماما، كاين شي مسائل ديال خالتي، حيدتهم وغادي نوريكم شنو خديت. اول حاجه خديت هاد لو جينيتوايون، هذا هانتوما هاد لو جينيتوايون زوين، انا كنت كنغسل بلاخر لاخر انا نوريه لكم ما كاينش مشكل، نتعذب على هذا المنظر نجيب لكم الاخر باش تشوفوه. دونك انا كنت كنغسل بهذا، ها هو اكتشفت ان عندهم حتى لو جينيتوايون ديال لابو اللي هي مزيته، فوالا ها هو مكتوب هنايا مات ياك. فاختاريت اني نستخدم هذا حيت هذا ديال البشره عاديه وكينظف وزوين الصراحه، هذا زوين، وهادو كيخرجوا على شكل موس يعني كيخرجوا على شكل رغوه، زوينين الصراحه عجبوني، وحتى الحجم ديالهم زوين وكيطولوا المده. فانا خديت هذا وخديت معاه هاد لا كريم ايدغاتونت، هادي كريم ايدغاتونت خاصه بالبشره الدهنيه، فماشي كينشف، هو كيدغاتي في نفس الوقت ولكن ما كيخليش ديك لابو كتفرز زيوت بزاف اولا كتبان مزيته ولا شي حاجه، كتبقى لابو ديالنا نورمال. وخديت هاد ديودورون سيليبغ، هادي اول مره غادي نجربها، ما عمرني ما شميت الريحه ديال سيليبغ، غنشم الريحه ديال سيليبغ، ما عمرني شميتها. اوه فوالا انا حيدتها، ما عمرني شميت ريحه سيليبغ، جو بونس تكون زوينه. زوينه. دونك هادشي اللي خديت، اي ربحتكم كادو هاد المشيطه هادي، فوالا هاد المشيطه ما عرفناش كيفاش كتمشط، علاش كتمشط لينا اوبا، نجربوها دابا نيت. قال لك هادي، ها نتوما شوفوا، قال لك هادي كتفرقي بها، كديري كتفرقي هكا، ها نتوما هي تفرقات لي الفرقه نيشان في الوسط. ها دابا انا نورمالمون هذا هو الوسط اللي عندي انا في شعري، ها انتم هذه الفرقه اللي خاصها تكون عندي في الوسط، ولكن شعري مولف كيمشي هكا شفتوا، ها كيبغيش يتفرق ليا شعري انا. المهم زوينه الصراحه، فوالا كتمشط هيا كتهبط الشعير زوينه. ولا قلت لكم شعري راه يلاه مغسول ولكن مزيت، يلاه غسلته وتزيت ليا. بون فوالا لي في، كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، نشوفكم ان شاء الله في فلوق جديد، فلوق شاي، نيزيتي با لايك لايك لايك، وشجعوني شجعوني شجعوني باش نحط لكم دي فيديو زوينين، باش نبقى نصور لكم دي فيديو زوينين وما نغبرش عليكم. زائد كنفكر باش انني نصور لكم فيديو ديال اليوم انا وعمر ديال ديك اللعيبه اللي كتخلط، فما عرفتش على حسب، مهم على حسب على حسب. انا اللي صورتها لكم دابا نعلمكم في انستغرام، ما صورتهاش دابا صوره ان شاء الله، كنبغيكم بزاف بزاف، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجايه، باي.